مساء الخير والسعادة على حضراتكم. يمكن العالم كله بيتابع الساعات الماضية كواليس جلسة محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والحقيقة أنه منذ اليوم الأول لهذا العدوان والعالم كله بيسأل فين محكمة العدل الدولية بناء على الدعوة اللي قدمتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة. امبارح كان هناك فريق قانوني لدولة جنوب أفريقيا وجه هذه الاتهامات لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وده بناء على اتفاقية منع الإبادة الجماعية اللي موقع عليها هذه الدول، وابتدوا في اتخاذ الإجراءات علشان يعني يقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بناء على ما قدمته دولة جنوب أفريقيا. النهاردة الحقيقي كان رد من الجانب الإسرائيلي، ردود واهية، قائمة من الردود اللي يبدو أنها مش في محلها أبدا، أشبه بمجموعة من الادعاءات أنه جنوب أفريقيا مرتبطة أو ليها علاقة بجماعات إرهابية وليها علاقة بحماس، وأنه الفصائل الفلسطينية هي اللي بالعكس بقى هي اللي بتمارس الإبادة الجماعية ضد الإسرائيليين. والممثلين القانونيين الستة اللي موجودين دفاعا عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قالوا إنه أصلا محكمة العدل الدولية مش جهة قضائية على الشكاوى المقدمة من جنوب أفريقيا، لأنه الموضوع هنا بيتعلق بقوانين النزاع المسلح وليس الإبادة الجماعية. الحقيقة كواليس كتير في المحاكمة، يعني يمكن دفوع إسرائيلية ضعيفة، و يعني الموضوع كله مصور بالصوت والصورة أمام العالم. العالم كله عدنا 100 يوم بيشوفوا إبادة جماعية بتحصل، تجويع لهذا الشعب الفلسطيني، رفض إسرائيلي مرة واثنين وثلاثة وعشرة لدخول المساعدات لقطاع غزة، ويمكن هنا كان الدور المصري واضح وجلي في مطالبة العالم كله والجانب الأمريكي لتسهيل دخول المساعدات من رفح ل قطاع غزة لتعنت الجانب الإسرائيلي. الحقيقة في ردود أفعال كبيرة وخصوصا من الصحف العالمية، ويمكن هنا أروح لجاردين البريطانية اللي قالت في عنوان ليها: أي قرار للمحكمة الدولية سيمثل ضربة موجعة لإسرائيل. بالتأكيد، لأنه مجرد مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية نقطة يعني فاصلة في القضية الفلسطينية وفي تاريخ القضية الفلسطينية. سمعة إسرائيل أمام العالم اللي طول الوقت بتدعي ادعاءات كاذبة علشان تقول إنها بتدافع عن نفسها، بالعكس ده هي اللي بيمارس ضدها كل هذه البشاعات. أعتقد الصورة دي النهاردة بكل اللي العالم شافه خلاص بقى يعني كلام ما ينفعش يصدقه أي عاقل شاف وسمع اللي شافه وسمعه خلال 100 يوم. لو رحنا للفاينانشال تايمز البريطانية فقالت أنه صدور حكم نهائي ضد إسرائيل في الشكوى المقدمة عليها في محكمة العدل الدولية حتى وإن كان غير قابل للتنفيذ، عشان الناس اللي بتقول يعني المحكمة لا ما تقدرش توقف ضرب النار، لكن الحقيقة أنه ده يوجه ضربة أخرى لإسرائيل، لمكانة إسرائيل، لمكانة الدول اللي لحد النهاردة بعد 100 يوم من هذه الحرب تدعم إسرائيل على الأرض. ويعني خبراء كتير دوليين قالوا انه ابدا لم تتمكن اسرائيل من التعامل مع خساره بتضر بسمعتها بشكل مباشر. الحقيقه انه اسئله كتير هنا. طب هل فكره المحاكمه الدوليه هنا هتتم بنزاهه والقضيه هنا لا تتعرض لاي ضغوط دوليه، واحنا بنتكلم على جهه قضائيه دوليه بتشكل يمكن من 15 قاضي، منهم قاضي صومالي وقاضي مغربي، يعني ثلاثة من القضاة اللي بيمثلوا العرب وقاضي لبناني. الحقيقة يعني مجموعة من الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويمكن على رأسها مسألة الإبادة الجماعية، ولأول مرة في محاكمة دولية هنا تواجه المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي. اسمحوا لنا نناقش كواليس ما يدور في هذه المحاكمة مع معالي السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة. مساء الخير على حضرتك سعادة السفير، كيف ترى الردود الإسرائيلية اليوم في محكمة العدل الدولية، وإلى أي مدى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يضر بسمعة إسرائيل وبهذه الادعاءات الكاذبة أنها تدافع عن نفسها، ويضر بسمعة كل من يدعم إسرائيل إلى اليوم في حربها على غزة؟
القضية، مساء الخير لكم وللسيدات والسادة المتابعين. القضية ليست هي الضرر بسمعة، إسرائيل ترتكب جريمة، بمعنى إسرائيل الآن تمثل كمتهمة في جريمة، أبشع جريمة في التاريخ، وهي من تسمى أم الجرائم بشكل عام. لذلك أعتقد أنه مثول إسرائيل أمام هذه المحكمة هي محاولة من أجل التهرب من ما كان سيقع عليها لو لم تحضر. لذلك هي مثلت كي تقدم اكاذيب اضافيه كما تفضلتي الى المحكمه، وان تحاول ان تسيس المحكمه وتذهب باتجاه قضايا ليست من صلب عمل المحكمه، ولكن كالدفاع عن النفس واشياء اخرى لا علاقه لها بالقانون، وهذا ما شهدناه. لذلك كنا نقول بان المرافعه الاسرائيليه كانت ضعيفة، وكانت تفقد المصداقية وتفقد الوزن القانوني الذي كان يجب أن تجيب فيه على كل الأسئلة التي طرحتها المرافعة التي قدمتها جنوب أفريقيا، وهي مرافعة محكمة بشكل متين وقوي وتتحمل كل الأبعاد القانونية، إن كانت لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية أو لكل الأحداث التي تحصل في فلسطين على سياق العدوان لمدة الذي ضد الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما. صحيح. سعادة السفير، كيف يمكن أن تتخذ المحكمة الدولية مسارات لإجبار الجانب الإسرائيلي لوقف الحرب في قطاع غزة؟ وهنا يمكن يتحدث العالم عن أنه صدر حكم ضد روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا ولم ينفذ. يعني أعتقد بأن الدول التي تدعم إسرائيل دول تدعي أنها تحترم القانون الدولي، وأنها استغربت ربما من أن روسيا لم تنفذ القرار الإجراءات والتدابير الاحترازية. الآن سنرى من هذه الدول، لأن هذه الدول عليها مسؤوليات كذلك، بأن تجبر إسرائيل بأن تقوم بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، ولا أصبحت هذه الدول كذلك يقع عليها فعل من أفعال الإبادة الجماعية، وهو التواطؤ في ارتكاب هذه الجريمة. وهناك دول كما نعلم جميعا متواطئة مباشرة، إن كان من خلال الفيتو الذي تضعه في مجلس الأمن، أو من خلال إرسال الأسلحة إلى إسرائيل وبيع هذه الأسلحة وإرسال بارجات الطائرات إلى شرق المتوسط من أجل حماية إسرائيل. برأيك سعادة السفير، لماذا كانت الدفوع الإسرائيلية واهية وضعيفة إلى هذا الحد أمام ملف جنوب أفريقي يسجل كل شيء بالصوت والصورة، موثق من جميع المسؤولين في كل الجهات الأممية، لمحاولة جنوب أفريقية لإثبات جرم الإبادة الجماعية ضد الجانب الإسرائيلي، وإذا كانت إسرائيل لا تمتلك أدلة كافية للدفاع عن نفسها في هذا الصدد، لماذا مثلت اليوم أمام محكمة العدل الدولي؟ الإجابة في السؤال تماما، لأن إسرائيل بالفعل ترتكب هذه الجريمة، وأن إسرائيل ليس لديها ما تستطيع أن تقدمه للعالم من دلائل. كانت تعتقد أنها تستطيع أن تبتز العالم بمجموعة من الكلمات كالدفاع عن النفس، وأن هم الضحايا الوحيدين في العالم، أن إسرائيل هي الضحية الوحيدة، وأن هذه الاتفاقية أسست من أجل ضحايا الهولوكوست فقط، لأن هناك فقط ضحية واحدة في العالم، لا يوجد ضحايا آخرين غير إسرائيل. وكيف بالإمكان أن تقدم دولة على هذه الضحية مثل هذه القضية؟ محاولة من ابتزاز المجتمع الدولي والقضاء بشكل أو بآخر، وهذا لم ينجح في واقع الأمر لرداءة المرافعة التي قدمتها إسرائيل. هل ممكن نشوف موقف من الدول الداعمة لهذا الكيان الصهيوني يتوجه إلى إجبار إسرائيل عن وقف هذا العدوان والحرب الجماعية في قطاع غزة؟ أعتقد أنه لا حل لديهم في حال ذهبت المحكمة باتجاه قبول الإجراءات الاحترازية التي قدمتها جنوب أفريقيا. إلى أي مدى حضرتك شايف أن هذا من الممكن أن يحدث بعد ما قدمته جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية؟ وهنا عايزين نسأل عن شكل المحكمة، بنتكلم عن 15 قاضي، هل التصويت شكله بيكون عامل إزاي؟ ومدى تعرض هذه المحكمة لضغوط دولية لاتخاذ قراراتها؟ نحن نراهن على مصداقية هذه المؤسسات، لأن القضية الفلسطينية هي اختبار لمصداقية هذه المؤسسات، أو ستفشل كل هذه المنظومة في حال ذهبت باتجاه أن تغير السوابق التي اعتمدتها هذه المحكمة مسبقا بشكل أو بآخر. لذلك من الهام جدا
أن ننظر إلى أن المحكمة لها مصداقيتها وهناك إخلاص لقواعد القانون الدولي كما جاء في القسم الذي يقسم كل قاضي قبل أن يأتي. القرارات في المحكمة تؤخذ بالأغلبية البسيطة، بمعنى أن نصف القضاء زائد واحد إذا قروا القضية تعتبر نافذة وتعتبر جاهزة للمضي قدما، ولا يمكن لقاضي أن يعترض فقط لغرض الاعتراض، يجب أن يوضح لماذا هو يعترض وأن يؤسس اعتراضه على أسس قانونية بالإمكان المناقشة فيها. صحيح أنه لا يوجد ما يسمى بالاستئناف في هذه المحكمة، ولكن سوف يكون هذا القرار هو علامة فارقة لهذا القاضي أو تلك القاضية بشكل عام. لا يريد أحد أن ينهي حياته بأنه ذهب باتجاه سيء. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. مستمرين مع حضرتكم في حلقتنا، لكن نروح لفاصل ونرجع نكمل، خليكم مستنيين. أهلا بحضراتكم في كل مكان. الحقيقة السياسة الصهيونية واضحة جدا، هي سياسة كلها تضليل وتضليل وادعاءات كاذبة طول الوقت، وده يمكن في الداخل الإسرائيلي قبل ما يبقى للعالم. وإسرائيل وهي بتمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الحقيقة أنه النهاردة الجلسة كانت عبارة عن تنصل من أقوال وزراء داخل الحكومة الإسرائيلية، وأنه ده لا يمثل الحكومة الإسرائيلية. مش عارفة إزاي يعني لما يطلع وزير واثنين وثلاثة يتكلموا عن الإبادة الجماعية ويتكلموا عن تهجير الفلسطينيين ويتكلموا عن يعني إنهاء القضية الفلسطينية مثلا، هم شايفين أنه ده لا يمثل دولة إسرائيل. مال الوزراء دول مين اللي مسؤول عنهم؟ أنا مش عارفة الحقيقة. وشفنا النهاردة أقوال فريق الدفاع اللي فيها زي ما بقول لكم ادعاءات كتيرة جدا. كل الموضوع هنا هم عايزين يبعدوا عن موضوع تهمة الإبادة الجماعية، وابتدوا هنا يروحوا فين بقى، هنرمي التهمة على مين؟ احنا نتكلم عن مصر وانه كل ما كان يحدث كان بالتنسيق مع مصر. لكن الحقيقة ان الدور المصري في قطاع غزة كان دور واضح من البداية. لما حصلت هدنة كانت برعاية مصرية قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. لما كانت العربيات والسواقين واقفين بالايام هلكوا، شفنا الشباب المصري اللي زي الفل واقف بيوضب المساعدات، بيستقبل مطار العريش كان بيستقبل طيارات من العالم كله علشان نحاول ان احنا نساعد اهالينا في غزه، والعالم كان بينظر لده ويراه. مسؤولين امميين جم على معبر رفح من الجهه المصريه وشافوا قد ايه كان في تعنت من الجانب الاسرائيلي وتفتيش لكل حاجه بتدخل، ووزراء كتير قالوا ان احنا يعني اربع خمس وزراء مش هندخل اي حاجه ليها علاقه بالطاقه، الميه كان فيها مشاكل، وكانوا يعني بيبقى دايما في تفتيش لاي حاجه داخله وتعنت في ايصال المساعدات، وازمه الطاقه كانت من اكبر الازمات. فالحقيقه الادعاءات دي احنا يعني مش عارفه ممكن يعني كان ايه اتجاهها الحقيقه. ادعاءات واضحه انها ادعاءات كاذبه من اليوم الاول، ادعاءات ملهاش اي علاقه بالواقع اللي الناس شافته، العالم كله شاف، ما هو وسائل الاعلام العالميه كلها كانت موجوده على معبر رفح من الجانب المصري وشايفه قد ايه في مساعدات المفروض توصل جوه القطاع. ما بتوصلش ليه؟ عشان الجانب الاسرائيلي متعنت. مصر متمثله في رئيس الجمهوريه، في وزاره الخارجيه طول الوقت كانت بتناشد الولايات المتحده انه يبقى في تدخل لايصال المساعدات. الحقيقه انه النهارده كان في بيان هام من الهيئه العامه للاستعلامات بتنفي فيه هذه المزاعم الاسرائيليه امام محكمه العدل الدوليه، وطلع الاستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات قال بصوره قطعه انه هذه المزاعم والاكاذيب اللي بيقولها فريق الدفاع الاسرائيلي قدام محكمه العدل الدوليه، وأن مصر مسؤولة عن منع دخول المساعدات لقطاع غزة من الجانب المصري، أكيد هذه ادعاءات كاذبة وفي نقاط عدة الحقيقة فندها هو علشان يبرهن للعالم هذا. لكن الحقيقة أنه ده كان على مرأة ومسمع من الصحافة العالمية، من المسؤولين العالميين اللي كانوا موجودين
على معبر رفح. يعني يمكن زي ما كنت بقول لحضراتكم، لما كان في حديث عن الهدنة كان الحديث بتنسيق من الجانب المصري. حجم المساعدات اللي مصر عايزة تدخلها كان واضح من الأول، لكن تعنت الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات، نوع الحاجات اللي تدخل، الكلام ده العالم كله شافه، لأنه مما لا شك فيه في سيطرة لسلطة الاحتلال على المعبر من الناحية التانية، معبر رفح من الجانب التاني. الدولة المصرية أكدت مرات عدة، وده اللي النهارده بيقوله أستاذ ضياء الرشوان في بيان الهيئة العامة للاستعلامات، المعبر لم يغلق أبدا، ولكن كان في أعمال إصلاح وكنا بنشوف ده. ما هي الصورة، ما يعني إحنا بعيدا عن أي تصريحات لمسؤولين، الصورة خير دليل. ضرب من سلطة الاحتلال الإسرائيلي للجانب، لهذا الجانب من المعبر، فكان بيعطل عمل المعبر. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكيف ترى هذه الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية تجاه مصر؟ والدولة المصرية الحقيقة موقفها واضح منذ اليوم الأول لهذا العدوان، كمؤسسات وكرئيس الجمهورية وكشعب في مساندة أهالينا في غزة، ويعني بذل كل ما يمكن بذله لإيقاف هذه الحرب ضد أهالينا في قطاع غزة ولإغاثة أهالينا في قطاع غزة. دكتور محمد، حضرتك سامعني؟ طيب نتحدث مع حضراتكم. دكتور محمد، حضرتك سامعني؟ نعم، تفضل. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أولا في الحقيقة طبعا يعني منذ أن بدأت الأزمة ومنذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعني كان هناك سردية أو رواية إسرائيلية تضمنت يعني مغالطات كبيرة، وتضمنت يعني أكاذيب واضحة. هذه المغالطات يعني اتضحت مع الوقت حتى من داخل إسرائيل، يعني من داخل إسرائيل ظهرت أصوات يعني تنفي بعض أو يعني عناصر أساسية مما جاء في هذه الرواية الإسرائيلية. في هذه واحدة من أهم ملامح الرواية والخطاب الإسرائيلي والسردية الإسرائيلية فيما يتعلق بكل ما جرى من 7 أكتوبر وحتى الآن. لكن بالإضافة إلى ذلك، يعني الجانب الإسرائيلي يعني للأسف الشديد انتقل إلى أو ما زال يصر على الكثير من المغالطات التي تجاوزها العالم والتي تجاوزها حتى الإعلام الدولي. حتى الإعلام الدولي كان يتضمن بعض المغالطات يعني في الأسابيع الأولى من الأزمة ومن بدء العدوان، لكن الآن حتى الإعلام الغربي نفسه بدأ يقدم صورة أكثر موضوعية عما يحدث. ما حدث اليوم من الممثل إسرائيل داخل المحكمة الجنائية الدولية أعتقد أنه هو امتداد لنفس المغالطات الإسرائيلية، لكن هذه المغالطات هذه المرة في الحقيقة يعني في رأيي لا تحتاج إلى جهد وإلى عناء مصري للرد عليها. الرد هو يأتي من المجتمع الدولي ومن شهادات دولية ومؤسسات دولية، بل من داخل إسرائيل نفسها. وزير الدفاع يعني في بداية الأزمة تحدث عن أنه سوف يتم فرض حصار كامل ومطبق على قطاع غزة، قال صراحة لا غذاء ولا ماء ولا دواء لإجبارهم على التهجير. فبالتالي الجانب الإسرائيلي نفسه كان يتحدث عن رفض دخول المساعدات الإنسانية. بعد ذلك يعني المجتمع الدولي نفسه بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة قد قام بجهد كبير صحيح حتى يتم الوصول إلى النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وكان هذا هو المطلب المصري منذ اليوم الأول. قام بجهد كبير، قام بتنظيم بعقد مؤتمر دولي أمام معبر رفح، ولو كان هناك تقصير من جانب مصر في مسألة إدخال المساعدات الإنسانية لكان الأمين العام تحدث عنه المجتمع الدولي صحيح، تحدث وطالب الجانب المصري أو طالب الدولة المصرية بإدخال المساعدات. بالعكس تماما يا دكتور محمد، يمكن كل المطالبات للجانب الإسرائيلي لطالما أشاد المجتمع الدولي بالدور المصري في هذه الحرب منذ اليوم الأول. بالضبط، الشاحنات التي كانت تقف بالأيام أمام معبر رفح في انتظار دخولها إلى داخل قطاع غزة، هل كان هذا بسبب تعنت أو كان
هذا كان يعبر بشكل صريح عن أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت ترغب في إغاثة هذا الشعب لإدخال هذه المساعدات. الأمر الآخر، الداخل مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة نفسه قام أكثر من مرة بمحاولة توظيف مواد محددة من ميثاق الأمم المتحدة لضمان دخول المساعدات الإنسانية. منظمة الصحة العالمية يا دكتور محمد يمكن حاولت يعني مرات كثيرة في إدخال مواد طبية وفشلت. بالضبط، فبالتالي هنا ما أريد أن أقوله أنه الرد على هذا الادعاء الإسرائيلي في الحقيقة يعني يأتي بشكل صريح من الممارسات الإسرائيلية نفسها، سواء تصريحات من جانب مسؤولين إسرائيليين أو ضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني. أكثر من مرة تم ضرب معبر رفح 4 مرات، هذا كان يعبر عن نية واضحة من الجانب الإسرائيلي لتعطيل عمل المعبر من الجانب الفلسطيني. فبالتالي نحن إزاء يعني مغالطات كبيرة، وأعتقد أن هذا ما حدث اليوم من جانب ممثل الجانب الإسرائيلي داخل المحكمة هو راجع إلى أن إسرائيل بالفعل في معضلة أو في مأزق كبير، في مأزق سياسي وفي مأزق قانوني وأخلاقي أمام المجتمع الدولي. وبالتالي في مثل هذه الحالات من الطبيعي أن يتم يعني التوجيه أو يعني إلقاء التهم على أطراف أخرى، وبالتالي لم يجد يعني أو كان توجيه هذا الاتهام إلى مصر بأنها يعني تعطلت معبر رفح. أعتقد أن هذا يعني تعبير واضح عن الانكشاف الأخلاقي والسياسي والقانوني للجانب الإسرائيلي، وهذا ما عبر عنه يعني سلوك ممثل الجانب الإسرائيلي داخل المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، هل كانت مصر في حاجة إلى جهد دبلوماسي وسياسي كبير لاستصدار قرار من مجلس الأمن يفرض أو يطالب الجانب الإسرائيلي بنفاذ أو تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل قطاع غزة؟ إذا كانت مصر هي المسؤولة عن ذلك، فهل كان من المنطقي أن تذهب مصر إلى مجلس الأمن بالتعاون مع الأشقاء العرب لاستصدار هذا القرار؟ أعتقد أنه الكثير من أو هذه المغالطات الإسرائيلية يعني الكثير من الشواهد تؤكدها، حتى المجتمع الدولي نفسه. صحيح، الصحف العالمية اليوم، الرئيس الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي، كل هؤلاء كانوا يتحدثون عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية أو نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى داخل قطاع غزة. إذا كانت مصر قد قصرت في هذه المسألة، صحيح، هل كان من المنطقي أن تصدر هذه مطالبات واضحة وصريحة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية نفسها الحليف الرئيسي للجانب الإسرائيلي؟ لكن هذا لم يحدث، فبالتالي نحن إزاء مغالطة يعني كبيرة من الجانب الإسرائيلي، وهي جزء أو في رأيي هي جزء من المغالطات المعتاد عليها من جانب إسرائيل منذ ليس من بدء هذه الأزمة، لكن هذه مسألة أو واحدة من السمات التاريخية التي يعني أو أحد يعني التكتيكات الدائمة في الحركة الإسرائيلية. صحيح، ويمكن بهذه الادعاءات الكاذبة يعني تدافع إسرائيل عن نفسها أمام ما يطرح من قبل محكمة العدل الدولية والدعوة الجنوب أفريقية باتهام إسرائيل بإبادة الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة الجماعية. يمكن تحدثت الصحف العالمية دكتور محمد عن كيفية أن تدافع إسرائيل عن نفسها أمام كل هذه الأدلة بالصوت والصورة مع يعني تهمة الإبادة الجماعية. يعني فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني إذا عدنا إلى معاهدة جنيف يعني وما جاء فيها من يعني جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية أو التجويع الجماعي إلى آخره من الجرائم المنصوص عليها في معاهدة جنيف وفي القانون الدولي الإنساني بشكل عام، سنجد يعني أركان كل هذه الجرائم بشواهدها بشكل متكامل، ويعني أساتذة القانون يعني تحدثوا في مثل هذه الأمور بالتفصيل. كل الجرائم المنصوص عليها في معاهدة جنيف تجد شواهد قانونية مسجلة وموثقة داخل قطاع غزة منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي. وأعتقد أنه لو لم تكن هناك مثل هذه الشواهد والإثباتات
القانونية الموثقة لما قامت جنوب أفريقيا ولما نجحت في يعني بناء هذه الدعوة الموثقة ولما يعني وجدت لها فرصة للعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية. أعتقد أنه إسرائيل مرة أخرى في مأزق شديد، في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير. وحتى لو افترضنا أنه المحكمة الجنائية الدولية لم تصل إلى يعني إدانة أو لم تصل إلى يعني النتيجة مرضية، لكن على الأقل فنحن إزاء أو جزء في يعني من معركة ضخمة مع الجانب الإسرائيلي ومع الرواية الإسرائيلية ومع كل الجرائم التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. المعركة مع الجانب الإسرائيلي ليست فقط معركة ذات أبعاد عسكرية، لكن هي الجانب الإسرائيلي لم يتعرض لهذا المأزق منذ يعني تأسست إسرائيل، وحتى الآن لم تشهد أو لم تواجه هذا المأزق الكبير. نحن إزاء سابقة كبيرة فيما يتعلق بما يجري الآن داخل المحكمة الجنائية الدولية. حتى الرأي العام العالمي تحول بشكل كبير يعني خلال أو يعني بعد مرور بضعة أسابيع قليلة من بدء العدوان. لاحظنا خلال الأيام الأخيرة أيضا كيف الرئيس الأمريكي نفسه بات يواجه مشكلة داخل المجتمع الأمريكي وداخل الرأي العام الأمريكي بسبب يعني استمرار هذا العدوان. كل هذا يشير إلى أنه إسرائيل بدأت تواجه بالفعل مأزق كبير في مواجهة المؤسسات الدولية، في مواجهة الرأي العام العالمي. حتى الإعلام الغربي نفسه يعني اضطر في إزاء المشاهد التي يراها العالم ويتابعها يعني على شاشات التلفزيونات، يعني اضطر إلى تبني صورة أكثر موضوعية عما كان عليه الوضع في الأسابيع الأولى من بدء العدوان. أعتقد أنه هذا الوضع أو المأزق الذي تواجهه إسرائيل يعني سيزيد درجة التوتر لدى صانع القرار الإسرائيلي، وبالتالي نتوقع أن تزداد المغالطات وتزداد يعني هذه الروايات المحرفة والروايات المغلوطة خلال الفترة المقبلة. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. ويمكن الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بعد رفع المحكمة لجلستها بعد الاستماع لفريق الدفاع الإسرائيلي النهاردة قال إن كل ما طرحته إسرائيل النهاردة أمام محكمة العدل الدولية مجرد أكاذيب ومحاولات لتبرير فعل الإبادة الجماعية، وقال إنه إسرائيل بتفتقد للكثير من الأدلة والبراهين علشان يخفوا جرائمهم، مؤكد إنه إسرائيل غير متوازنة ولم تقدم أي أدلة تنفي بها هذه الوقائع اللي تم اتهامها بها، وطبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية فلا شيء يبرر الطريقة اللي بتخوض بها إسرائيل حربها على قطاع غزة. ده كان رد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بعد ما تم رفع المحاكمة النهاردة للجانب الإسرائيلي. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني النهاردة، والحقيقة تم إعلان من قبل الشركة القابضة ADQ، وهي شركة استثمارية مقرها في أبوظبي، وقعوا اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 40.5% في مجموعة آيكون، ودي زراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى المصرية، من خلال أنهم طبعا يدخلوا بزيادة رأس المال والشركتين يستثمروا من خلال كيان واحد. بموجب الصفقة دي هتبلغ حصة الشركة القابضة من الاستحواذ 49% وتصل شركة أدنك ل 51%. الحقيقة مجموعة من التطورات اللي بتحصل في المجال الاستثماري، واللي يعني بالتأكيد السوق محتاج لحلول استثمارية يعني تنهض بهذا القطاع، تنهض بالاستثمار في هذا القطاع، وده أكيد ليه بعد كبير على الاقتصاد المصري. ويمكن خلال السنوات القليلة شفنا عدد من الاستثمارات في شركات رائدة في قطاعات عدة، مش بس مسألة السياحة، لكن الحقيقة أنه بالتأكيد المجال السياحي مجال رائد
في مسألة دعم الاقتصاد، ولو بنتكلم على يعني العملة الصعبة دلوقتي والسياحة مصدر من أهم هذه المصادر، فالحقيقة يعني صفقة نتمنى طبعا ليها ان احنا نشوف ليها عوائد حقيقية ونمو وعائد يعني على الاستثمار بشكل مباشر، ومزيد من هذا التطور في المجال الاستثماري والشراكات اللي بالتأكيد تكون شراكات ناجحة ويعني ليها بعد إيجابي على الاقتصاد المصري. فاصل ونواصل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم في كل مكان. الفقره اللي جايه دي فقره الحقيقه منوره، لما نهتم بالشباب الصغير الواعد اللي بيشرفنا بره مصر وخصوصا الرياضيين، ده شيء مهم جدا لما نشوفهم محتلين المراكز الاولى في بطولات هامه جدا. والحقيقه انه يعني السنين اللي فاتت والعالم كله يعرف انه المصريين محتلين لعبة الاسكواش بشكل كبير، مسيطرين على يعني المراكز الأولى في كل البطولات، ويمكن عندنا الحقيقة جيل بعد جيل بيحتلوا قمة وميداليات الذهب للسكواش. ومن أيام أقيمت بطولة إنجلترا المفتوحة للسكواش وحققت فيها البعثة المصرية نتائج هائلة الحقيقة، ونجحت هذه البعثة في التتويج بعشر ميداليات ذهب من أصل 10 نهائيات، يعني خدوا العلامة الكاملة في أول مرة في تاريخ البطولة للمشاركة في هذه البطولة، بالإضافة لعشر ميداليات تانيين بينهم 6 فضيات وأربع برونزيات. الحقيقة أنه دي زي ما بقول لحضراتكم المرة الأولى أنه مصر تتوج فيها بالعلامة الكاملة لبطولة بريطانيا المفتوحة، وده إنجاز تاريخي للجيل ده، براعم صغيرين بيثبتوا للعالم كله أنهم ملوك الاسكواش، وحيستمروا في أنه مصر تتوج بهذه العلامة الكاملة بإذن الله لما يتم الاهتمام بهم بالشكل الكامل. والحقيقة أنه علشان يكونوا مشرفين لهذا الحد أكيد ورا الرحلة حكايات كتير هنعرفها النهاردة في التاسعة، عشان منورينا ومشرفينا أبطال براعم مصر في الاسكواش الناشئين تحت 11 سنة. برحب بيكم جميعا، يحيى وليد وعلي المعتصم و آدم رجب وتميم مصطفى، الحمد لله على سلامتكم ومبروك. الله يبارك فيك. طيب عايزين بقى نبتدي بقى نعرف الحكاية، بتلعبوا سكواش من إمتى وكواليس البطولة؟ كل واحد فيكم كده يقول لي. نبتدي مع يحيى. يحيى تقول لي بتلعب سكواش من وانت عندك كام سنة؟ أنا بلعب سكواش، أنا بادئ سكواش من عندي 5 سنين بس بدأت بروفيشنال من عندي 7 سنين، ده ليه يعتبر بلعب من بقالي 3 سنين بروفيشنال. بروفيشنال ده يعني بتشترك بقى في بطولات دولية وتمارين. تتمرن كم ساعة في اليوم يعني؟ بتمرن 2 لـ3 ساعات. بتمرن 2 لـ3 ساعات. انت في سنة كام دلوقتي؟ انا في 5 الحمد لله. بتعرف توفق بين المذاكرة والتمرين ولا في حاجات بتيجي على حاجات؟ انا ممكن بتمرن وبذاكر في العربية، يعني بذاكر في العربية واكتر حاجات في العربية، او ممكن اذاكر في اخر اليوم، لو اذاكر واعمل هوم ورك في اخر اليوم. يعني ربنا يوفقك، واكيد مجهود كبير بتعمله علشان تقدر تبقى بطل عالمي دولي في السكواش وكمان تكون شاطر في المدرسه. علي المعتصم مبروك والحمد لله على السلامه. حضرتك انت اخذت مركز ايه في البطوله؟ احكي لي. مركز رابع. منافسينك كانوا امريكان اعتقد في البطوله صح؟ طب احكي لي بقى الاجواء كانت عامله ازاي؟ قبل ما تسافر البطوله استعديت ازاي؟ كنت خدت اجازه من المدرسه، بدأت كل يوم اتمرن اكتر من العادي. عامل معسكر بقى للتدريب؟ مين ساعدك في الموضوع ده؟ وبابا وماما قالوا لك ايه لما قلت لهم هتاخد اجازه من المدرسه عشان عندك بطوله، ولا هم اللي مودينك البطوله؟ احكي لي كده، مين اللي بيشجعك؟ مامتي شجعتني وبابايا، هما الاثنين قالوا لي لازم تاخد اجازه عشان تستعد للبطوله. انا قلت لهم لازم اخد اجازه عشان استعد للبطوله. انت حد عندك تاني في البيت بيلعب سكواش؟ اخويا اختي. اكبر منك ولا اصغر منك؟ انا اصغر واحد. انت اصغر واحد؟ طب هما كمان واخدين بطولات؟ ايوه. يعني الموضوع ماشي في العيله يعني. ايوه. طيب خلينا نروح ل ادم. ادم قول لي شاركت ازاي في البطوله؟ انا سكواش من وانت عندك كام سنه؟ انا بادئ سكواش وانا عندي 4 سنين بصراحه، كنت بتحسن كل مره،
وبصراحة حبيتها قوي فكملت، ورحت كنت بدخل بطولات وانا صغير والحمد لله كنت بعمل. وانت صغير امتى؟ وانت لسه صغير يعني؟ لا يعني قولي ابتديت موضوع البطولات ده من وانت عندك كام سنة؟ مثلا بديت وانا عندي 8 أو 7 كده، وبدأ وانا عندي 4، ولسه بلعب لغاية دلوقتي ومبسوط بالنتائج اللي انا جبتها في البطولات. ما شاء الله، احنا كمان كلنا مصر كلها فخورة بيكوا الحقيقة، وفخورين ان احنا عندنا اجيال بتثبت استمرارية المصريين انهم ملوك الاسكواش فعلا. مين مثلك الاعلى في اللعبة؟ اكتر واحد بحبه علي فرج بصراحة. علي فرج. طيب نروح لتميم. تميم ابتديت امتى سكواش؟ انا ابتديت. واشمعنى السكواش؟ مين اللي قالك تلعب سكواش؟ انا لا قلت لنفسي، انا مثلا كنت بنزل يا واد يا واد انا قلت لنفسي يعني مثلا كنت بنزل في النادي، مامتي كانت بتروح تصلي فانا كنت بنزل في النادي، فبروح العب مع الكباتن وبتاع وكده، فحبيت اللعبه وقلت ايه المشكله لما اجرب وبتاع، انا كنت حاببها. واشتراك في بطوله دوليه وتسافروا وتسيبوا المدرسه، الكلام ده بتستعدوا له ازاي؟ هي دي اول بطوله دوليه العبها بره. وايه الفرق بقى؟ يعني الفرق ما بين ان انت تلعب ماتشات هنا مع زمايلك من انديه ثانيه محليه وانك تشترك في بطوله زي بطوله بريطانيا المفتوحه للسكواش؟ بلعب يعني ناس امريكان من دول العالم كلهم. انت خصمك في البطوله كان من دوله ايه؟ واحكي لي كده كواليس اللقاء. ماشي، كان اول من 32 رئيسي كان حد انجليزي، 16 كان حد انجليزي برضه، 8 اللي هو المصنف الاول الباكستاني. ومين اكتر حد كان بيشجعك في البطوله؟ وكواليس الماتشات كانت عامله ازاي؟ مامتي وبابايا طبعا هم اللي كانوا بيشجعوني. كانوا مسافرين معاك؟ كانوا مسافرين معايا، والكابتن الكوتش بتاعي برضو كابتن علي عشماوي، هو يعني في ماتش دور الثمانية ده هو اللي ساعدني جامد، وكنت خسران وان لاف جيمز وهو اللي خلاني اعمل كومباك وكسبت 3-1. في سنك الصغير ده لما تخسر يعني بيبقى رد فعلك عامل ازاي؟ لا طبعا بزعل، يعني ما فيش حد بيخسر ما بيزعلش. بتشجع نفسك ازاي عشان تكمل؟ بقول المره الجايه اشتغل على غلطاتي اللي هي بتاعه الماتش ده اللي انا خسرت ازاي بتاع كده. ومثلك الاعلى مين في الاسكواش؟ علي فرج. علي فرج، انتوا عندكم عشق لعلي فرج. عشان هو معايا في النادي. وبرده بحب بيرا. يحيى احكي لي طيب عن كواليس البطوله، والخصم بتاعك كان مين وانت واخد مركز تاني اعتقد صح؟ واخد مركز تاني. انا كان كله اجنبيين. يعني لغايه اول 4 كان ولد مصري، كان تميم، كان بس كلهم يعني كانوا لعيبه شاطرين بس مش عندهم التاكتكس اللي في المصريين، يعني حاسس لو المصريين عندهم اللي هو دماغهم اشطر ريسبكتفل اكتر، هم حاسس اللي هو مش عندهم التاكتكس والجيم زي المصريين. يعني انت شايف ان احنا المصريين عندهم التكنيك بتاع اللعبه اكتر من اي لعيب تاني؟ اقوى من اي اجنبيين او بس الانجلتر، بس الناس الامريكان والانجل بداوا يطلعوا وبداوا يبقى احسن كل سنه. يعني لقيت ناس قويين جدا ممكن في الثمانية خسروا 3-1 3-2 بس عملوا ماتش يعني. الحمد لله. لكن انت شايف ان احنا المصريين مسيطرين في اللعبه دي مسيطرين. والاستمرار يعني السيطره دي مستمره مع الجيل بتاعك. هم كسبوا بي اس اي كتير قوي الكبار، علي فرج، شرباجي لسه قلب انجلتري وهو مروان الشرباجي بس هو جاي من مصر الكسندريا. يعني مسيطرين في اللعب المصريين. لما بيبقى داخل الماتش وهم عارفين انك مصري وعارفين ان المصريين مسيطرين في اللعبه دي، هم بيدوا اهميه وحاسس ان هو ممكن يجيبوا اي حد عشان يخليهم يكسبوا. ممكن يجيبوا احسن كوتش عشان عشرة يقعدوا يشجعوا ويعملوا حاجه، وبالذات الناس من ماليزيا باكستان ممكن يقعدوا يعملوا دوشه جوه الماتش، يقعدوا يشجعوا بالهبل ويعملوا دوشه ويصدعوا والله اللعيب عشان يسيبوكم ما تخليكوش تركزوا، ما نفكرش ونزعل وهم اللي يكسبوا. لكن ما شاء الله انتم ما تتاثروش بحاجه. علي احكي لي، انت كنت بتقول لي واخد اجازه من المدرسه، بس انا عارفه ان انت كنت راجع على امتحان في المدرسه. يعني حققت مركز رابع في البطوله صح؟ صح. احكي لي استعديت ازاي؟ ذاكرت امتى للامتحان ده؟ ذاكرت في الطياره. ذاكرت في الطياره. واخبار الامتحان ايه بعد المذاكره بتاعت الطياره دي؟ حليت. حليت كويس؟ مين كان بيذاكر لك في الطياره؟ مامتي. ماما قايمه بدور كبير ما شاء الله. طب مدربينك، عايزه اعرف يا علي مدربينك علشان توصل للمستوى ده، علاقتك بمدربينك عامله ازاي؟ كويسه. مدرب اكتر حد اعتقد بيبقى وجوده وتشجيعه ودعمه طول الوقت مهم.
طبعا. طيب آدم احكي لي بقى انت بعد البطولة حاسس بايه، واصعب لحظات بالنسبة لك في البطولة كانت عاملة ازاي؟ دي اول مشاركة دولية ليكوا كلكوا ولا حد فيكوا شارك دولية؟ لا دي اول مرة بطولة برا مصر اعتقد. السن يعني دلوقتي يا دوب مسموح يعني بالمشاركة. لسه في الاول يعني. فبصراحة يعني مش عارف. اكتر حاجة حسيت ان الوقت ده صعب في البطولة، هل هي اصلا فكرة ان انت مسافر تلعب؟ ايوه هي كان مسافر تلعب عليكم. بس في الاول كنا بنلعب شوبينج، بس نزلت اتمرن كام يوم وكنت مركز وكنت لازم اتمرن كويس عشان في بطوله مهمه ولازم نجهز عشان دي اهم بطوله في يعني في كل البطولات. فالحمد لله خدت اول، ولازم اشكر كل الكباتن بتوعي واهلي. والتشجيع كان عامل ازاي في البطوله لما خدت اول؟ لا التشجيع كان عالي قوي بصراحه. طب ما انت كده تستحق اليومين بتوع الشوبينج، مش مشكله يعني. يعني تستحقهم، جبت مركز اول فكده تمام. تميم احكي لي كده، انت اكتر حاجه فرقت معاك في المشاركه في البطوله دي ايه؟ اكتر حاجه فرقت يعني وانت راجع كده، اكتر حاجه كنت بتفكر فيها ايه؟ غير انك طبعا اكيد مبسوط وفرحان من النتيجه، عشان انت كنت بتقولي من شويه اكيد لو اي حد بيخسر بيزعل، وهي لعبه وارد فيها ان انت في الاخر ترجع خسران ومش مش واخد اي مركز، انت 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 حققت مركز ثالث يا تميم. اكتر حاجه بقى كنت بتفكر فيها وانت راجع ايه؟ كان عندك امتحانات راجع على امتحانات. انتوا كلكم راجعين على امتحانات. ان وقت البطوله جه مع الامتحانات ده كان عامل ازاي؟ لا يعني مثلا الامتحانات دي كانت يعني الامتحانات في ايام البطوله بالظبط، وخلصت النهارده خلاص، خلصت امبارح يوم الخميس. بس الحمد لله انا امتحاناتي متاخره شويه. انت كنت في اجازه بقى انت في الوقت ده؟ انا امبارح قعدت كده يوم فري خالص، وبعد البطوله قعدت لي 3 ايام في انجلترا اقعد انبسط كده شويه. طب ما خلاص بقى مش هينفع نغيظهم كده. يعني والله احنا مبسوطين بيكم دلوقتي ومتشرفين بوجودكم معانا، وقدوه كده ومثل حلو لكل الولاد والبنات اللي بيتفرجوا علينا. هنستاذنكم نروح لفصل صغير ونرجع نكمل كلامنا مع بعض. فاصل ونكمل مع حضراتكم مع براعي مصر في لعبة الاسكواش، اللي بيأكدوا ان الجيل ده هيفضل يخلي بلدنا مستمرة في السيطرة على هذه اللعبة دوليا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. لسه مكملين مع حضراتكم وابطال مصر في الاسكواش يحيى وليد وعلي المعتصم وادم رجب وتميم مصطفى منورنا، ولسه بنتكلم عن المراكز اللي انتوا اخذتوها في بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش. وعايزين نعرف بقى لعبه الاسكواش دي، عشان الناس بتتفرج علينا وعايزين ولادهم مثلا يلعبوا سكواش، صعبه سهله؟ تاثر على شخصيتك ازاي؟ يعني احكوا لي كده شويه عن اللعب. اتفضل. السكواش محتاج ديديكيشن قوي، محتاج يعني لو انت عموما رياضيين محتاج يبقى فيه ديديكيشن وريسبونسبيلتي عاليه جدا عشان يحققوا اللي هم عاوزينه. عشان لو الناس الاثليتس بحسس ان هم سوشيال اكتر في العالم، بيظبط في الحياه كده، لو بيخليهم اسهل يذاكروا، يعني ممكن يسهلوا في المدرسه، ممكن لما هم فور اكزامبل بيلعبوا بي اي يعرفوا يجري كويس، يعني هم كده. والسكواش نفسه يعني يا يحيى السكواش مش بيعطلك، ده بيخليك بني ادم ملتزم. تقدر ترتب وقتك ما بين الرياضه وما بين المذاكره. بس هي ممكن المدرسه ممكن يعني بترخم الموضوع شويه، لو محتاج يعني الغياب بقى والحضور والكلام ده، ولا بترخم الموضوع ازاي؟ احكي لنا كده. اللي هو لو في امتحان محتاج ممكن نشيل وقت من سكواش ونقعد نذاكر في الحته دي. لو في حاجه اساينمنت كده مهمه محتاجين نقصر من ده. محتاجين نحاول نعمل بالانس 50-50 سكواش 50% مدرسه. وانت عارف تعمل التوازن ده ما بين ان انت تدي نص وقتك للسكواش ونص وقتك للمدرسه، وده معناه ان انت ما بتلعبش اي لعبه ثانيه، انت خلاص مركز في السكواش. انا سكواش دي الرياضه الوحيده اللي انا مركز فيها، عشان انا جربت اصلا رياضات غير كده يا يحيى؟ انا جربت سباحه وجيمناستكس، ده الوحيده. بس انا حسيت اللي هو سكواش اكتر حاجه اللي هي بتخليني مبسوط. انا اصلا انا كنت عاوز العب سكواش من الاول، كنت عاوز العب تنس. اللي دخلني في سكواش افتكر ان انا هدخل تمرين مع اخويا اصلا. دي ما انا دخلت انا كنت بقعد 7 ساعات جوه الملعب مش عاوز امشي من كتر ما انت حبيت. انا كنت قاعد 7 ساعات يعني اخويا كان بيتمرن تمينه وبيانو وبعديها ماشيين، انا كنت جوه سكواش كنتش بطلع من الملعب.
وبيخليني انا احس ان انا عاوز اعمل ده اكتر، عاوز عاوز اعمل سولو تريننج اكتر. انت عايز سبار؟ بالظبط كده. طب علي قول لي، اللعبه بالنسبه لك صعبه ولا سهله؟ وانها انت البيت عندك كله بيلعب سكواش، فالمفروض ان انت بتشوف ده طول الوقت. هو بالاول تبقى صعبه لسه مش عارف تلعب، دي هتبقى سهله تقدر تلعب في اي وقت. اكتر حاجه انت كنت شايف ان انا يعني هبقى قادر على اللعبه دي ولا مش هبقى قادر عليها بسبب الموضوع ده مثلا شفته مع اخواتك، مساله مثلا التوفيق ما بين المذاكره، ولا انت يعني موضوعك ايه في المذاكره؟ يعني احكي لي كده الدنيا ماشيه ازاي بين المذاكره والسكواش. يعني يحيى قال ان هو ماشي نص ونص. انا ماشي بس اتمرن، دي بذاكر ودي اروح اتمرن. تتمرن كل يوم؟ ايوه. كم ساعه بقى في اليوم؟ تمرين تبقى ساعه. ساعه. وانت حابب السكواش ولا انت لقيت اخواتك داخلين سكواش فانت يعني خدتهم قدوه ودخلت سكواش؟ لا، انا اخويا الاول بدا يلعب سكواش، بعدين قلت اجرب العب معاه، دي حبيتها، فاختي دخلت تلعب معاه، الثلاثه بدانا. ومين اللي اقوى في البيت؟ الفريق الولاد ولا البنت؟ مين اقوى؟ الولاد. الولاد انت شايف كده؟ ايوه. انا هسال لان انا عارفه ان هي كمان شاطره. ايوه. طب ادم قول لي انت ازاي شايف اللعبه اثرت في شخصيتك؟ هل ان البني ادم يبقى رياضي وبيحقق بطولات وزي ما احنا بنشوف كده كل العالم بيتكلم عن مو صلاح وابطالنا في كل اللعبات، ازاي المصري ممكن ان هو يقدر من وهو صغير في لعبه زي الاسكواش والحقيقه انتم محققين ده بشكل كبير، العالم كله يتكلم عنه واساميه تكون موجوده في بطولات كبيره زي بطوله بريطانيا للسكواش؟ هو في الاول السكواش هتبقى صعبه، بس لازم تاخدها واحده واحده، كل شويه كل تمرينه تتحسن، بس ساعات بقى لما تكبر هتبقى مزنوق بقى في الوقت، يعني تخلص مدرسه تتغدى بسرعه تلبس بسرعه تطلع على الفتنس، تخلص فتنس تروح على التمرين تلعب شويه جيمات كده، بعديها تروح تذاكر، بعديها تعمل كده لمده 5 ايام، بعديها تريح جمعه، بعديها تذاكر الجمعه ما تريحش يعني تذاكر. تاخدش اجازه يعني في الجامعه؟ بتخرجش مع اصحابك؟ ما لا، هو ساعات يعني ساعات بخرج ساعات ما بخرجش، يعني مش كل جمعه يعني، بس يعني بخرج وبعمل كل حاجه. تبقى زعلان بقى لو ما خرجتش؟ يعني لو فاتك عيد ميلاد، لو فاتك خروجه، وده اكيد هيحصل لانه عشان تبقى بطل. ايوه، ما انا فوت عيد ميلاد كتير، بس يعني قلت لهم معلش انا كنت عندي حاجات ما كنتش فاضي. بس بقول لهم لو اصحابي في المدرسه اشوفهم كده مره اكلمهم اقول لهم كل سنه وانت طيب كده. وانت راجع واخد مركز اول، فاعتقد مفيش حد هيبقى زعلان منك. لا، كل حد فرحان فيا الحمد لله. الحمد لله، دايما نبقى فرحانين بيكوا على طول. تميم احكي لي ازاي لعبه السكواش اثرت عليك، وبتعمل ايه علشان تقدر توفق ما بين المذاكره وما بين عدد ساعات التمرين؟ اول حاجه مامتي كده هي اللي بتساعدني في كل حاجه، يعني بتخليني 100% في المذاكره و100% في السكواش. ما شاء الله، تحيه كبيره يا جماعه لكل الامهات المصريه اللي بتخرج ابطال في سن صغير زي ده، قادرين ان هم يرفعوا اسم بلدنا في بطولات كبيره زي بطوله انجلترا. تحيه كبيره لكل امهاتكم من القلب الحقيقه، ولكل الاباء الداعمين جدا لاولادهم، وانا عارفه ان هم معظمهم كان مسافر معاكم اللي قدر ان هو يسيب شغله ويسافر، واكيد ده فرق معاكم نفسيا، وجودهم في الملعب وجودهم هم بيشجعوكم فرق معاكم جامد. طب يعني تحبوا تقولوا ايه لمين النهارده؟ كل واحد فيكم يوجه كلمه كده لحد بعد ما حققتوا المراكز دي في بطوله بريطانيا للسكواش، اتفضل. انا اولا عاوز اقول على اهالي طبعا، مامتي وبابايا واخويا. اخويا كان بيساعدني في اللي هو كان بيلعب معايا سكواش كتير وبيظبط لي مشاكلي. وبابايا بيقعد معايا ممكن بيتفرج وبيقول لي ايه ده غلط. ومامتي كمان من اكتر حاجات اللي هو بتخليني مبسوط فيها، بتقعد معايا، ممكن هي اللي النيوتريشنست بتاعتي، هي اللي بتقول لك ماما تاكل اصلا ايه نيوتريشنست وهي بتظبط الدايت كله. وكمان عاوز تثانك ماي كوتشز كابتن عمرو فهيم، محمود مكرم، محمود يعقوب، عبد اللطيف، كابتن عماد كريتوم، وكابتن مؤمن. اعذرني لو انا نسيت حد، بس ان شاء الله يعني كلهم يكونوا سعداء بيك ان شاء الله. اكيد يا يحيى. علي تحب تقول ايه لمين النهارده؟ ايه الرسائل اللي انت عايز تقولها النهارده على الهوا بعد ما فزت في البطوله؟ ايه، اشكر مامتي وبابايا واخويا. اخويا كان بيساعدني في بينزل معايا
المشاكل اللي عندي، وبابايا كان برضو بيساعدني مشجعني، مامتي كانت بتشجعني في كل حاجه. واشكر الكابتن، كل الكباتن، كابتن احمد خليل، كابتن احمد فهيم، كابتن. انت ما شكرتش اختك، انا خدت بالي انتوا شكلكم كده راسكم من راس بعض. ها مش قلنا انها بتلعب، لازم هي كمان نوجه لها التحيه. خلونا ناخد دلوقتي على التليفون كابتن محمد سمير المدير الفني لنادي الشمس. مساء الخير على حضرتك يا كابتن، الف مبروك هذه الميداليات، والحقيقه ابطال مشرفين. وانا عارفه ان حضرتك كنت متواجد معاهم في البطوله، وكمان كنت بتمرن تميم. اه مساء النور زي حضرتك. اهلا بيك. يا ترى ايه السر ورا التالق المصري في لعبه الاسكواش واستمراريه هذا التالق؟ ما شاء الله جير ورا جيل بنسبه ده. والله الحمد لله، احنا البطوله دي الحمد لله خدنا كل الالقاب بتاعت كل المراحل السنيه يعني، ما شاء الله. والحمد لله ده مش حاجه غريبه على مصر يعني في الاسكواش، يعني احنا دايما متفوقين يعني. لكن يمكن دايما بيقولوا كده الوصول للقمه سهل، لكن الحفاظ على ده هو ده الصعب، وده اللي بتعملوه في الاسكواش. يعني احنا دايما يعني بنورد بقى لعيبه سكواش للعالم كله بمواصفات عالميه، زي ما هم عندهم 11 سنه و10 سنين وقاعدين بيقولوا ان الخصم المصري يتخاف منه ويتعمل له الف حساب، ويبقوا عايزين يجيبوا اي حد في الدنيا علشان يكسبوا الماتش ده. دي حقيقه فعلا، احنا عندنا دايما مصر ولاده، يعني دايما ولاد جيل ولا جيل زي ما حضرتك بتقولي كده. والسر في كده يمكن ان احنا عندنا ابطال، وفي يعني ابطال عالم زي علي فرج وزي مصطفى عسل وزي نور الشربيني، وقبلهم كان رنيم الوليلي، يعني في ابطال كتير. والولاد كل الولاد اللي بتبقى طالعه بتتعلم من الناس دي، وبيقابلوا اهليهم ويعرفوا الطريق زي ما بيقولوا ايه اللي المفروض نعمله، فكله بيتعلم من كله. يعني الولاد بتتعلم من اللعيبه، والاهالي بتتعلم من الاهالي اللي قبلها ايه اللي المفروض نعمله، فكله بيتحط على التراك المظبوط زي ما بيقولوا. وتلاقي واحده ورا واحده. وطبعا عندنا يعني مدربين كتير قوي في مصر الحمد لله، يعني مطلوبين في كل حته يروحوا. في عندنا اوريدي مدربين فعلا بيسافروا، بيجي لهم من بره وبيسافروا وكده. طبعا ده نتيجه التفوق المصري يعني الرهيب في اللعبه. يعني الاصداء كانت عامله ازاي يا كابتن في البطوله بعد ما مصر حصلت على العلامه الكامله في البطوله؟ كانت ردود الفعل عامله ازاي؟ والله يعني مش كانوا هيتجننوا مننا يعني. يعني طبعا شايفين اكتساح تقريبا، واخدين كل المراحل. وغير ان احنا خدنا كل المراحل، احنا كان عندنا في 6 مراحل من العشرة كان الفاينل مصري بس، يعني 2 مصريين بيلعبوا بعض. ده عادي في الاسكواش، ده بنشوفه كتير في كل المراحل العمريه الحقيقه. دي حقيقه. فطبعا هم يعني كل الدول بتحاول، يعني دايما بيقعدوا يسالوا هم الناس دي بيعملوا ايه. يعني ثانية واحدة يا كابتن، بس عشان هما بيرغوا جنبي، ممكن نسمع الكابتن من غير ما نرغي؟ اتفضل يا كابتن. اتفضل. هما بره دايما بيسألوا يعني انتوا بتعملوا ايه وازاي بتوصلوا لكده والكلام ده كله. بس طبعا احنا عندنا هنا يعني كل لعيب، يعني عندنا في مصر من الولاد الصغيرين دول كلهم هتلاقي ليه كوتش كتير، مدربين سكواش ومدربين فيتنس، وفي دكاترة تغذية ودكتور فيزيو ودكاترة مينتال، يعني المنظومة كاملة متكاملة. رأيك ايه في الجيل ده يا كابتن؟ ولي الامر يعني بيبقى في ظهرهم في كل حاجه يعني. رأيك ايه في الجيل اللي داخل ده اللي النهارده سبب في ان مصر تحصل على العلامه الكامله في بطوله بريطانيا المفتوحه للسكواش، تقول لهم ايه؟ لا ما شاء الله عليهم، يعني النتيجه خير عنوان بالكلام ده، يعني شايفه ما شاء الله هم مكتسحين. والاربعه اللي عندك دول ما شاء الله يعني ابطال كلهم، بيقطعوا مصر بيقطعوا بعض هنا في البطولات اللي في مصر. فطبيعي لما يطلعوا بره لازم يعملوا النتيجه دي، يعني ما شاء الله عليهم يعني. طب تميم، تحب تقول حاجه لكابتن محمد؟ اه طبعا، كابتن محمد يعني هو الكوتش الاساسي بتاعي، وعايز اشكره طبعا كتير جدا. حبيبي يا تيمو، ربنا يوفقك ان شاء الله في اللي جاي، وان شاء الله اللي جاي احسن ليهم كلهم، ويفضلوا كده ابطال لغايه ما يبقوا بيسافروا بقى البطولات البي اس اي زي اللعيبه الكبار كده، علي فرج ومصطفى عسل وكل اللعيبه وطارق مؤمن وكل اللعيبه دي كلها يعني. ماشي. احنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد سمير المدير الفني لنادي الشمس، شكرا جزيلا على وجودك معانا. طيب كنا بنكمل، كل واحد فيكم يقول رسائل لمين. ادم، تحب تكون رسالتك لمين النهارده؟ انا احب اشكر يعني كل حد اللي ساعدني، بس هم اسامي كتير قوي بصراحه. احب نشكرهم كلهم. احب اشكر كابتن معتز، كابتن عادل اغا، كابتن احمد شحاته، كابتن حسام شداد، كابتن تامر عصام، كابتن احمد حسني،
وعيلتي طبعا، مامتي وبابايا واخويا واختي وخالتي وقرايبي وجدتي وكل حد يعني. نشكرهم جميعا. احنا بنشكر كل الاسر المصريه اللي بتحاول طول الوقت انها تخرج لنا شباب زي الورد يفرحوا ويشرفونا قدام العالم كله. تميم، تحب النهارده تقول رسالتك لمين؟ طبعا هبتدي ببابايا كريم ومامتي، وطبعا اشكر كل الكباتن بتاعي، كابتن محمد سمير، كابتن علي عشماوي، كابتن عبد اللطيف، وكابتن دكتور منتل، دكتور شكري، ومن تاني، وكابتن النادي طبعا كابتن محمود مكرم، ومن تاني من تاني. احنا بنشكر كل القائمين على لعبه الاسكواش في مصر الحقيقه. اشكر المدير الفني بتاع وادي دجله كابتن بيسو، وكابتن كريم درويش طبعا، ومين تاني مثلا، وكابتن زياد برضو بيمرني في النادي، برضو عايز اشكره بيعمل معايا مجهود. بنشكركم انتوا على مجهودكم العظيم علشان النهارده تشرفونا في بطوله بريطانيا المفتوحه للسكواش، ونشوف المراكز الاولى الاربعه يعني كانوا معانا النهارده، وان مصر تحصل على العلامه الكامله ده حدث تاريخي الحقيقه، والجيل بتاعكم بيثبت ان احنا قادرين على التفرد ونفضل ملوك للسكواش طول الوقت، ويفضل المصري في كل الحقيقه الالعاب. نتمنى انه نشوف يتعملوا نفس الحساب اللي بيتعملوا في وجوده في ملاعب السكواش. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده يا ابطال يحيى وليد وعلي المعتصم وادم رجب وتميم مصطفى. شكرا، نورتونا النهارده. شكرا شكرا كده مشاهدينا، وصلنا لاخر حلقتنا، دايما نشوفكم على الف خير.